ميل لك ميولي وأيل لك أيولي، بسقك فنجان قهوي تعمل لي تبولي. شو كيف لقيتولي هاللوك؟ أنا عم فكر أول برايم أعمل طباخة، هيك دارش برامج الطبخ. شو رأيك؟ شو رأيك؟ ليف عليلو، طلعتلك بفكرة جهنمية لا تربحي. فيني أعرف شو وعيك هلأ يا طباخ ليلو؟ تفضل، شو هي هالفكرة الجهنمية؟ رح نعمل هجوم انترنتي على كل الفنانين اللي مالك بسيلبرتي دويتس. لا لا شو بدك بهالشغلة؟ انت بلش هجوم بفنزيتون، هونيك بتبلش المعركة وبتحتد القصة وبقوم هتلر من قبره. ما حق، إذا ما ولعنا السوشيال ميديا ما منفش خلقنا. رح يصير معي بالقلب قبل ما فوت على البرنامج. لك يا ضفدعت ليلو، شو بك انت؟ شو معيكن؟ ليكو حياته، أنا مش فيتي على البرنامج لصير مطربة، أنا وزملائي بالبرنامج كرمال عمل الخير، يعني بدنا نروق وبدنا نكون عبد اللطيف. عرفتوا إنه ليلى عبد اللطيف معنا بالبرنامج؟ أنا رح أضرب صاحبتها من أول برايم وأسألها مين بده يربح، وأكيد رح أقول أنا، أصلاً هي إن شاء الله تقلع لتاني برايم. أكيد رح تربحي. أكيد بدها تربح، بدنا نولع السوشيال ميديا. هل تعرف قال؟ ما حدا بيعرف غيري. يعني أنا بالنسبة لي بعد 52 سنة بهيدي المهنة كتير صعبة إنه الواحد يشارك ببرنامج هيك كتير مهم، لأنه في شعرة بين إنك تطلع مهضوم أو إنك تطلع سئيل. لو فيني إدعم كل الجمعيات ما بقول لا، بس اخترت الـSOS لأنه أنا زايري هيدي القرى وشفت كتير يعني هالمحبة وهالعطاء للأطفال. أكيد مثل كتير جمعيات إنه هي حاضنة من كل الطوائف ومن كل المناطق، وهذا الشيء اللي أنا كل عمري يعني بشتغل عليه إنه يكون جامعة الكل.